السلام عليكم يا أصدقائي. اليوم سأقرأ لكم دعاء اليوم الثالث عشر من شهر رمضان المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم طهرني فيه من الدنس والأقذار، وصبرني على كائنات الأقدار، ووفقني للتقى وصحبة الأبرار، بعونك يا قرة عين المساكين. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم. لا تنسوا صاحب الزمان من دعائكم. في أمان الله.